قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت القضية هي القضية، ما زالت رحلة البحث عن القلب والمعاني والروح التي لأجلها حرص كل منا على هذه العمرة، رحلة العمر التي يأتي كل منا محملا بأنواع من الأوزار والذنوب، يأتي بأنواع من المشكلات التي يرغب في حلها، يأتي بقائمة من المطالب والمقاصد التي يرجو الله تعالى أن يعينه عليها، يأتي بقائمة أخرى من المسائل التي يستخير الله تعالى فيها، يمضيها أو لا يمضيها، تجارة، وظيفة، صحبة، معنى من المعاني التي يتردد فيها الإنسان، يمضي أو يتوقف، يقدم أو يحجم، يبيع أو يتوقف، مسائل كثيرة. يجد كل منا أن هذه أعظم فرصة، رحلة العمرة، حيث يحط رحله ويلقي أعباءه وأحماله، حيث يرى نفسه فقيرا عاجزا ضعيفا بفناء الرب الكريم اللطيف الخبير. لكنه يحتاج لأجل هذه المعاني كلها، يحتاج إلى قلب، وما تنفع الذكرى إلا أصحاب القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لينذر من كان حيا. كل المواعظ في الحقيقة والمعاني التي يبحث عنها الإنسان لا تصلح إلا مع وجود القلب، وإذا غاب القلب وجدت معنى آخر، وجدت ضياعا، وجدت انصرافا، وجدت صفقة خاسرة، وسعيا خائبا. ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن هؤلاء الذين لم يجدوا قلوبهم أنهم على أخسر صفقة، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، حينئذ أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن قيمة الإنسان في الحقيقة في قلبه، ولهذا استبطأ الله قلوب المؤمنين بعد سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، والخطاب لمن؟ للكبراء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله لجميع هذه الأمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أحيانا تكون هناك أقفال على القلوب تحول بين القلب وبين أن يتفتح
وبين أن ينشرح وبين الفسحة التي تأتي معها اللذة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما زالت نفس القضية في الحقيقة تشغلنا جميعا، لأن هذا واجب الوقت، واجب الوقت أن نستشعر ونحن نطوف ونحن نجلس في الحرم ونحن نقرأ القرآن ونحن نشاهد هذا الملكوت الواسع. ما أكثر الناس على اختلاف الأجناس والألسنة والألوان والأعمار والحاجات، كل هؤلاء يقصدون ربا كريما سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. قضية، بل قضية القضايا. كيف نصل إلى هذا؟ توفيق. ما أسباب التوفيق؟ كثيرة نحن نعرفها، لكن يبقى الفرق بين ما تعرف وتحب وترجو وبين حقيقة المقصد الذي تريده. وإلا كلنا يعرف أننا بحاجة إلى مراجعة الدين، بحاجة إلى تجديد الإيمان، بحاجة إلى تعاهد التوبة، بحاجة إلى إدمان العبادة، بحاجة إلى كثرة الذكر، بحاجة. أقل واحد فينا لو قام الآن وقال ما المخرج وما العلاج لسرد هذه المعاني، لكن يبقى كيف التوفيق إلى هذه المعاني والفلاح وإصابة المعنى المقصود. يمكن أن يعينك على هذا معنى رائقا وشائقا، وهو من أهم هذه المعاني في الحقيقة، خصوصا إذا عجز الإنسان عن معالجة قلبه، حتى لو جدد إيمانه وعالج توبته وراجع دينه قد يبقى عنده إشكال. لعل قضية التفكر والتأمل من أنفع العبوديات في هذا الموطن، خاصة والوضع غير عادي كما يقولون. نحن نجلس في الحرم ونرى يعني أشياء عجيبة. إذا أعملت فكرك في كل ما تراه وأدرت خاطرك واشتغل العقل وتلقف هذا الشغل القلب وبدأت معاني التأمل والتفكر، عسى أن تصيب خيرا إن شاء الله. كل شيء مجال للتفكر في الحقيقة، وهذه المعاني من أعلى معاني العبوديات التي كان السلف يتاجرون فيها مع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ربما كان يأخذهم شيء من الذهول الفناء، ينسى الزمان والمكان إذا ولج في أبواب التفكر. يذكرون أن سفيان رحمه الله طلب ماء للوضوء، توضأ لقيام الليل، فجاءه الخادم بماء للتوقيت متى؟ في المساء بعد العشاء. فأمسك قدح الماء ودخل في معنى من معاني التفكر، فلم يرعه إلا وقد أذن الفجر. جاء الخاتم يوقظه، وتصور أنه أخذ الماء وتوضأ وصلى ونام وجاء يوقظه، فوجده على حالته كما تركه. تخيل واحد أمسك بالإناء ليتوضأ، ثم أخذته فكرة ففني وأصابه ذهول،
نسي المكان ونسي الزمان ونسي الحال ونسي الواجبات والمعاني التي واستغرق في التفكير. هذا في الحقيقة صلى ولا ما صلى؟ الصورة التي يمكن أن يحدثه بها الخادم: أنت ما صليت؟ ما فعلت شيئا؟ والحقيقة أنه فعل الشيء الذي كان يصلي لأجله، إنه يعني جعل يتفكر لعله ذهب إلى الجنة وعاين ما فيها ومر على النار، ويعني أرهبه يعني شأنها وحالها، واستحضر يعني ما كل ما يتصور أن يستحضر في هذه المواطن، استحضر مراحل العمر من يعني الصبا والمراهقة، من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف، وهذه مجالات للأفكار عجيبة. أنت الآن هل تتصور أن تصل إلى هذا السن الذي أنت فيه؟ الكبير يقول: سبحان الله، ضعفت قوتي، وهن العظم مني، واشتعل الرأس شيبا، وأصبحت لا أستطيع أشياء كنت زمان أستطيعها وكنت قادرا عليها. وحتى الشاب منا يقول: أين لما كنت طفلا صغيرا يعني أحمل وأشغل باللعب والحلوى، أنا الآن مكلف ومسؤول عن بيت وعن أسرة. من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذا موطن تأمل عجيب، ما تراه من اختلاف الألسنة والألوان والأجناس والحاجات، هذا في غاية العجب. كلما دخل فوج من الأفواج يعني الكبيرة من الأسيويين وغير الأسيويين، ألسنة لا تعرف، ولكن تقول: ماذا يريد هؤلاء؟ نفس الذي أريده، يريدون أن يغفر الله عز وجل لهم، يطوفون كما نطوف ويسألون الله عز وجل مما نسألهم. موقف مهيب في الحقيقة، ومساحة للتفكر والتأمل، خصوصا إذا يعني جرك هذا إلى معاني أخرى. أترى أن الله تعالى يرد هؤلاء مع ما فيهم، ربما من جهل وربما من غدرات وفجرات، ما جاء بهم إلا ليغفر لهم، ثم أنت واحد من هؤلاء، عسى الله تعالى أن يغفر. ولعلك هنا تستحضر معنى الدعاء الذي ربما تقوله في كل ليلة عند الوتر: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت. يعني في جملة ما أكثر من تتولى، وما أكثر من تعافي، وما أكثر من تهدي، اجعلنا من جملة هؤلاء. هذه كلها موارد للفكر، تتأمل ولا تزال تتأمل وتتأمل، حتى تتأمل في الخواتيم، ترى أين يذهب بي؟ قد رأيتم العمر والصبا والشباب والكبر والعزوبة والزواج والأولاد والطعام والشراب والغنى والفقر، قد مرت مراحل كثيرة في العمر، ترى وقد أوشك الرحيل، على أي حال؟ هل يكون التوفيق وحسن الخاتمة والمعاني التي يسعد العبد ولا يشقى بعدها، أو المعاني الأخرى التي ربما يسبق الكتاب ويعني يرد العبد ويكون ممن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ أنت أحد رجلين، وأمامك إحدى قسمتين وإحدى حالتين، وأنت من أحد الفريقين، ليس هناك خيار ثالث. هذه المسألة ليس فيها طرف ثالث، إما طرف أول وإما طرف ثاني، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولما كنت لا تدري ولا تعرف حالك، هذا في الحقيقة شيء مرعب وشيء خطير، هذا في ذاته كفيل بأن ينغص عليك عيشك، وبأن يجعلك يعني تسعى في التجويد وإدمان الدعاء
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. الله تعالى يرضى منك هذا، يرضى منك أن تبذل وأن تجتهد وأن تسعى. الحقيقة أن معنى التأمل في ذاته من أنفع المعاني، ولهذا يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الفكرة، دائم التأمل، كان من أكثر عبادته التأمل، يتأمل في الآية فربما قام بها ليلة كاملة. عجيب، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة، آية قصيرة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل، جعل يرددها حتى أصبح. أيضا نسي الزمان والمكان وانشغل بهذا المعنى. فأحيانا أنت تقرأ آية، وسواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، يعني يأخذك فيها معنى كأنك لأول مرة. أمسك على هذا المعنى، إذا فتح لك في بعض التأملات لا تغادرها وتمشي، فلعلك لو غادرتها صرت يعني وقد فقدت صفقة عظيمة. إذا عن لك معنى وظهر لك فكرة ورق لها قلبك ودمعت لها عينك واقشعر لها بدنك واهتز لها فؤادك، هنا قف، لعل الله عز وجل أن يفتح لك من أنواع الفتوح والمعارف ما هو خير لك من كثير من المعاني التي قد تكون اعتدتها من صلاة أو صيام أو قراءة أو نحو ذلك. أرسلت أسماء بنت أبي بكر خادما لها في حاجة لها إلى السوق، ودخلت في الصلاة فسمعها تقرأ، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سمع الآيات ثم ذهب يقضي الحاجة وغاب في السوق، طبعا ذهب مشيا وعاد مشيا، ورجع فوجد أسماء على حالها، هذه المرأة الصالحة تكرر: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسيت الزمان والمكان واستغرقت في هذه المعاني. مثل هذا فعله تميم الداري حين قرأ آية وأخذه معناه: أم حسب الذين يعملون السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فطني، لأن الله تعالى يكلمه: انتبه يا من تعمل السيئات، ترى أن الله يسوي بينك وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وجعل يرددها حتى أصبح. القرآن كله في الحقيقة مليء بهذه المعاني. هذا يقرأ آية في المائدة، وهذا في الجاثية، وهذه في الطور. إذن مواطن التأمل كثيرة، والقرآن كله بين يديك وأنت تبيت. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. موطن التأمل والتدبر والتفكر والاعتبار لعله في الحقيقة من أقرب ما يرد عليك قلبك، وحينئذ سوف تتبصر تتفكر وترجع تنيب. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبوابا من الخير أنت تريدها، وحينئذ فلا تسأل عن اللذة، لا تسأل عن الأنس، لا تسأل عن الشوق، لا تسأل عن الجمعية، لا تسأل عن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك إذا وجدت ربك فقد وجدت كل شيء،
ولم يفتك شيء في الحقيقة. وإلا إذا لم تجد ربك فقد فاتك كل شيء. ولو وجدت البيت والطواف والسعي والأموال والأولاد واللذائذ والطيبات، ماذا يغني عنك إذا لم تجد ربك سبحانه وتعالى؟ نحن بحاجة إلى التأمل والتدبر والتفكر. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من أبواب رحمته، وأن يمن علينا بفيوض بركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه خطرة بين يدي كلام شيخنا الشيخ طارق، عسى أن يضيف وأن يفيض وأن يأتي الرب سبحانه وتعالى على لسانه بما ننتفع به جميعا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل، كل ما قاله شيخ سامح صحيح ما عدا آخر كلمة، فأنا لست شيخا له وهو شيخي، كل ما قاله صحيح الحمد لله ما عدا آخر هذه الكلمة. على كل حال، أنا هأخذ منه طرف. أنا كنت زورت في نفسي هي مقالة وكنت أريد أن أتكلم فيها، لكني سأتنازل عن هذه المقالة التي زورتها في نفسي، وأخذ الخيط من فضيلة الشيخ سامح، خيط التأمل والتفكر والتدبر. آلة التفكر وآلة التأمل، التأمل في موعود الله عز وجل، تأمل في الجنة وما أعده الله عز وجل لأصفيائه وأوليائه. وفي الحقيقة هي التأمل في الجنة. أنا كنت أسير مع الشيخ سامح، فضل الشيخ سامح، وكنا نتحدث فقلت ما الذي يفعله العبد حتى يخلد في جنان الله عز وجل؟ أي شيء فعل هذا العبد حتى يخلده الله عز وجل؟ والأعمار التي نعيش فيها نصف الأعمار نوم، والنصف الآخر بين تخليط وبين إقبال وبين إدبار، ومتى شممت إقبالا إلا هجم عليك إدبار آخر. فلماذا بأي شيء؟ على أنه لو انكسرت أصلابنا جميعا، وهذا المعنى والله يحضرني كثيرا، ويحسن أن تستحضر هذا المعنى. إذا بذلت شيئا لو تكسرت أصلابنا في عبادة الله عز وجل، تكسرت الأصلاب وما إخالنا نفعل، لكن على فرض المستحيل لو تكسرت أصلابنا في عبادة الله جل وعلا، ما بلغنا شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. ومن هنا تلمس الفكرة، لماذا خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما في مكة، وتعلمون ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم، وعشرة أعوام في المدينة، وفي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في غزوة تبوك من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عودة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل سورة التوبة بكمالها بتمامها وكمالها، وينزل فيها قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي. لعلك إذا حدثت أحدكم بشيء فقلت له أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي وعليك، لعل يجد في نفسه يقول والله من أي شيء أتوب إلى الله جل وعلا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 23 عاما قضاها وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وبذلوا النفس والنفيس والغالية والرخيص، وبذلوا مهجهم في سبيل الله عز وجل، يخاطبهم الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لو تأملت المعنى الذي ذكرته لك، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمله لا يوفي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله يعني سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يعني ما يعني ولن يبلغ بشر ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يفي بحق الله عز وجل. ومن هنا لقد تاب الله على النبي، فتعلم أنه لا نجاة لي ولا لك إلا بتوبة الله عز وجل علينا، أن يتوب علينا وأن يتقبل هذا العمل اليسير الذي نعمله، وما هو إلا فضله وما هو إلا حلمه. ولولا أن الله جل وعلا هدانا لهذا ما اهتدينا، يعني كيف اجتمعت هذه القلوب على العمرة، يعني لا تجد جامعا لهذه القلوب جميعا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي هدى، هو الذي وفق، هو الذي ألهم الفكرة، هو الذي عان. وما نعيشه الآن بفضل الله من تيسير، هذا من فضل الله. يعني هناك شركات كبيرة وتنزل في فنادق كبيرة ويحدث بينهم خناقات كبيرة، هذه كلمة شيخ سامح مشاكل. الحمد لله أن من فضل الله الأمور تسير على ما يرام، فما هو إلا فضل الله عز وجل وحلمه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. النبي عليه السلام هو الذي يعني يرتجز بهذه الأرجاز، نعم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فما هو إلا فضله وما هو إلا حلمه. فتحتاج إلى أن يتوب الله عز وجل عليك حتى يبلغك دار السلام. نعم، هذا يعني الشيخ سامح يصلح لي، فهذا رجز ابن رواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بأبيات التي يقولها بعض أصحاب رضي الله تعالى عنهم. التفكر في موعود الله عز وجل والجنة هي أمل كل نفس مؤمنة، أمل كل نفس كريمة. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر الجنة قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. فكأن الجنة أوسط الجنة وأعلى الجنة، كأن الجنة هكذا، فأعلى نقطة وأوسط نقطة، فهي يعني خير الجنة، نعم، فهي الفردوس. فهنا النبي عليه السلام يشير إلى أصحابه إلى أن تكون هممهم عالية تناطح الجبال، وهذا النفس الأبية الكريمة التي لا ترضى لنفسها بالدون، كلما شرفت النفس عزت على صاحبها أن تكون هملا لا فائدة فيها ولا خير فيها. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالنفس الكريمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى مسألة علو الهمة وطلب المعالي. وفي مواطن كثيرة يعني يشير إلى هذا، كان واقفا مع أصحابه وسلمان رضي الله عنه، وسلمان يضرب به المثل في يعني بحثه عن الحقيقة وفي جهاده وفي صبره وتركه، أنه ترك ضيعة والده، وكان والده يعني غنيا ذا مال، ومع ذلك ترك كل ذلك بحثا عن الحقيقة حتى لقي النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه السلام يقول، يضع يده على سلمان وهو يقول: لو كان الإيمان في الثريا، يعني في السماء، لتناوله رجال من فارس، يشير إلى علو همة سلمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا النفس الأبية الكريمة، من المعاني التي كنت أتذكر فيها مع أخي فضيلة الشيخ سامح، قلت له: والله أنا كلما مررنا على مقابر عوارة، مقابر عندنا، فالواحد يحزن جدا أن ندفن في هذه المقابر، ولابد أن ندفن. طب وأين تدفن؟ أنا سأشيرك إلى نور الدين محمود رحمة الله تعالى عليه.
نور الدين محمود الذي استخلص 50 مدينة من أيدي الصليبيين وأعد المنبر الذي سيخطب عليه في المسجد الأقصى. ومات رحمة الله تعالى عليه. نور الدين محمود يعني هذا العابد وهذا الأواب الذي كان في بيته في الليل تضرب أصوات كبيرة في هجعة الليل حتى يقوم يصلي هو وأهل بيته، كان يدعو الله جل وعلا: اللهم احشرني من بطون السباع وحواصل الطير، اللهم احشرني من بطون السباع وحواصل الطير. ما هو علم أنه ليس له إلا نفس واحدة، والنفس ستخرج لابد أن تغادر، كل الناس يغدو، فإذا كانت تغادر فهو لا يرضى لنفسه إلا أن يعني أن يتحول أشلاء في ذات الله، فيلقى الله سبحانه وتعالى ودماؤه شاهدة على وحدانية الله عز وجل قبل أن يشهد لسانه، فدماؤه شاهدة، فيأتي الشهيد يوم القيامة ويعني جرحه يعني يصغب دما كهيئتي يوم كلهم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهنا علو الهمة الذي يجعل الإنسان عندما يموت يسأل الله سبحانه وتعالى كما سأله نور الدين محمود رحمه الله تعالى: اللهم احشرني من بطون السباع وحواصل الطير، لأنه هو يريد أن يكون مماته عزا لدين الله عز وجل وعزا للإسلام ونصرة له. وهذه والله بضاعتي وبضاعتكم مزجاة. قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. والبضاعة المزجاة بضاعة التي يعني لا يحرص عليها التجار كثيرا، يعني الفائدة فيها يعني بسيطة، فبضاعتي وبضاعتكم مزجاة إلا أن يتقبلها الله عز وجل. والله عز وجل بر جواد كريم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فنتأمل تأمل في الخواتيم على أي شيء ستمضي بنا الحياة، وما هي المحطة النهائية، فهل ستمضي الحياة إلى ما نحب وما نرجوه وما يعني نأمله من رب العالمين سبحانه وتعالى فتمضي بنا في طاعة الله عز وجل ويتوفانا يوم يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. هذا الأمل وهذه الفكرة التي ينبغي أن تشغل نفسك بها. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نوع من التفكر في الخواتيم. وخاتمة الإنسان عندما يتفكر فيها لا محالة تقود إلى الإحسان، لأنه يربأ بنفسه ويخشى ويحزن أن يموت يوم يموت والله عز وجل غير راض عنه. أسأل الله جل، نعوذ بالله وأعيذ نفسي وإياكم بالله عز وجل من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يتوفنا هو راض عنا غير غضبان. أيضا من الفكرة التي تحتاج إلى أن تتأمل فيها، وأنتم في بلاد التأمل، بدايات الأول لابد أن نتذكر البدايات الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري في الصحيح حينما صدر كتاب الصحيح صدره بكتاب بدء الوحي، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ده البدايات، الإرهاصات. ثم حبب إليه الخلاء، يعني يخلو بنفسه، فكان يتحنث، فكان يخلو بغير حراء يتحنث فيها الليالي، يتحنث زاد الزهري والتحنث التعبد،
هذه إدراج من الزهري رحمه الله تعالى، تحنث معنى التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها. فامسك المعنى ده، امسك المعنى إن مقدمات النبوة النبي صلى الله وسلم عليه كان يتحنث، كان يحب، كان يحب الخلوة، يحب التأمل والتفكر. الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه، لعل الكثير منكم لم يرى هذا الغار، هذا الغار موجود في الجبل، هو في قمة جبل، والغار نفسه مطل على مكة كلها، والمكان اللي فيه ضيق، يسع النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو يسع فرضا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه ينظر إلى مكة جميعا. فكان هذا التأمل وهذا التدبر من تدبير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، حتى يتهيأ لهذا الأمر العظيم ولهذه المهمة. المهمة أي مهمة هذه؟ تغيير وجه الأرض. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عرضهم وعجمهم، إلا غبر من أهل الكتاب، قليل من الناس. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهد للنبوة، فسألت التأمل والتدبر، فتجعل لنفسك مساحة من هذا، تخلو بنفسك، وعندما تخلو بنفسك فتأمل في مشوار الحياة، مسيرة الحياة، أين بدأت؟ وأين أنت الآن؟ وهل أنت الآن واقف على الأرض الصلبة التي كنت تريد وتطمح أن تقف عليها؟ لعلك كنت تؤمل نفسك أنك في البدايات، والبدايات فيها شرة وفيها اجتهاد، لعلك كنت تتأمل أن تكون العالم الفلاني والمجاهد والمقرئ والكبير الذي يعيش هموم أمته. فزن نفسك الآن، أين تقف الآن؟ هل وصلت إلى بغيتك؟ أم أن الطريق، أم أن بنيات الطريق انحدرت بك فتعصرت هنا وتعصرت هناك، فتحتاج إلى أن تجدد النية، تحتاج إلى أن تجدد العزم، ولا تجد أفضل من هذه الأماكن حتى تجدد فيها العزم وتحرص فيها على المضي مرة ثانية. والإنسان بين إقبال وبين إدبار، فدائما تلجأ لله سبحانه وتعالى أن يعيدك على جادة الطريق، وأن يتولى أمرك، يتولى أمرك حتى الممات. والله أنا كثيرا ما أدعو الله بهذا، اللهم تولى أمري وآل بيتي وإخواني حتى الممات، حتى ألقاك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. مهما كنت أنا وأنت يعني حريصين على المعالي، فالأمر بيد الله عز وجل. وهذا رب العالمين يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: ليس لك من الأمر شيء. فتحتاج إلى أن يتولى الله عز وجل أمرك، فيدبر لك الأمر ويدبر لك ما بقي من ساعات العمر. فهذه أيضا مما تحتاج إلى أن تتأمل فيه. لعلي أختم هذه الخاطرة بالتأمل في ماذا؟ في سرعة مرور الحياة. كيف مرت الحياة؟ من المهد إلى اللحد. لعلك تتذاكر أيام الطفولة الأولى، وتتذاكر فيها أحداثا. سبحان الله، والآن الشيب كثير، يعني كسى الكثير منا، وأنا يعني ممن غزاني الشيب، لكني أفعل السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا تظن يعني أني على خلاف ما أنا عليه، والسنة خير دائما. سرعة مرور الحياة، ما أسرع الحياة؟ من الولادة إلى المشيد، يا سريعة جدا مرت الحياة. مر علي سنون طوال، 50 سنة،
أربعون سنة، ستون سنة. يا فضيل بن عياض رحمه الله تعالى اسأل رجلا كم عمرك؟ قال ستون سنة. قال ستون سنة؟ قال نعم. قال أنت تسير إلى ربك منذ ستين سنة توشك أن تصل؟ خلاص الحديث أعظم الله جل وعلا إلى رجل بلغه الستين، يعني بلغ معه غاية العزم، عندك ستون سنة، قال توشك أن تصل؟ فسأله رجل، سأل الفضيل ما الحيلة؟ نعمل إيه في المشكلة اللي إحنا فيها دي؟ أيوة الله عندنا مشكلة والله الآن، حيلة يعني ما الحيلة؟ يعني الرحيل قادم علي وعليك. قال يسيرة. قال فما هي؟ قال أن تحسن فيما بقي، أحسن في القادم، فإنك إذا أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. صلى الله جل وعلا أن يحسن إلينا وإليكم فيما بقي من العمر، فدونك يا عبد الله المستقبل ما بقي لك من أيام في الدنيا، والدنيا كما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، الأقسام المتتالية دي التي يقسم الله جل وعلا بها على ماذا؟ لتركبن طبقا عن طبق، فقر بعد الغنى، مرض بعد الصحة، موت بعد الحياة، انشغال بعد الفراغ، تغير الأحوال تقلبها، هو الذي أقسم الله عز وجل عليه لتركبن طبقا عن طبق. أسأل الله جل وعلا أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يتولى أمرنا وإياكم، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، مخلصين غير مرائين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجزى الله مشايخنا الأفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة النافعة، والتي يعني نحن أحوج ما نكون إليها وأحوج ما نكون للتذكرة، كما قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما أحوجنا إلى دراسة ومعايشة هذه المعاني العظيمة، المعاني القلبية والمعاني الإيمانية التي طوف بها أو طوف بنا فيها الشيخان حفظهم الله تبارك وتعالى. ويعني كما التقط الشيخ طارق الحديث من فضيلة الشيخ سامح، أيضا التقط الحديث من فضيلة الشيخ طارق، ويعني ما أسرع انقضاء الأيام، الأيام نحن في اليوم الثالث، وهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات العمرة التي توعدنا فيها، وسبحان الله يعني سرعان ما تنقضي الأيام الجميلة والليالي العطرة، يعني يوم أو يومان ثم نترك مكة ونذهب إلى المدينة، وبعدها بيومين أو ثلاثة نرجع إلى بلادنا مرة أخرى، فما أسرع مرور الأيام. فلابد للمسلم أن يتفكر ويتدبر كما أوصى المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى، لابد للمسلم أن يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى المقروءة
والمسموعة والمرئية، يتفكر في الكون من حوله، يتفكر ويتدبر، ليكون هذا التفكر وهذا التدبر دافعا له إلى العمل، كما ورد عن بعض السلف حينما قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، كما أوصى يعني أو وضح فضيل الشيخ سامح أن هذا التفكر هو المقصود. حينما تفكر الصحابي ومكث ليلة كاملة يتفكر ويتدبر ولم يصلي، وفي الحقيقة أنه يعني فعل المقصود منه، فهذا التفكر ساعة سوف يدفعه ويؤدي به إلى العمل الطويل المتواصل الذي سوف تكون به نجاته إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك يعني بعض الأسئلة التي وردت من إخواننا عن بعض الأمور المتعلقة بالعمرة، ونوجه يعني الأسئلة لمشايخنا الأفاضل للانتفاع بهذا الأمر. السؤال يقول مشايخنا الأفاضل جزاكم الله خيرا ونفع بكم، أود الاستفسار عن بعض المسائل التي تتعلق يعني بالمكان الذي نحن فيه. السؤال الأول يقول كان النبي، معلوم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي النافلة في السفر إلا صلاة الرغيبة الفجر وصلاة الوتر، فيعني يسأل هل ينطبق ذلك على سفرتنا هذه فلا نصلي النوافل إلا الوتر وركعتي الفجر فقط، أم أن الفضل يعني له حكم آخر؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. أنا أولا إخوانكم الذين ينظمون الرحلة يدعونكم على إفطار جماعي، وأكيد سوف يكون مدسما في يوم الخميس، يعني نصوم معا إن شاء الله بعد غد يوم الخميس. طبعا في ناس بتصوم كل يوم، فعلى الأقل يعني ونفطر إن شاء الله في هذا المكان، هم يقولون بعد العشاء، نحاول نزحزحها معهم نخليها بعد المغرب أو بعد العشاء، هذا شيء نتفق عليه غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله. وأما السؤال المتعلق بالنوافل وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أنه إذا سافر كان يقصر الفريضة وكان لا يتنفل إلا سنة الفجر والوتر، فإذا جئنا إلى مكة أو المدينة نفعل هذا أو لا نفعل؟ أنا أعتقد أن الجواب واضح، إذا جئنا للأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور فنحن ما جئنا أصلا إلا لنصلي، لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة وفي المدينة الصلاة بألف صلاة، فنحن نكثر ما استطعنا من الصلاة، لكن لا يلزم أن نصلي سنة إذا أدركنا سنة الظهر والمغرب والعشاء فعلنا، وإذا يعني فات الأمر واسع، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الصلاة، بدل ما نصلي ركعتين يعني بعد المغرب إحنا هنصلي اثنين واربعة وستة، بدل ما نصلي ركعتين بعد العشاء إذا أمكن أن تصلي يعني ألف ركعة في اليوم والليلة فافعل، إذا نكثر قال الله أكثر، ففي حيث شرف الزمان وشرف المكان وما يرجى من وراء ذلك من شرف الحال، هذه بضاعتنا الآن التي ننشغل بها، فأكثر من الصلاة ونحوها من العبادات. طيب شيخنا، يعني بناء عليه السؤال الثاني يتعلق أيضا بهذا الأمر، إن هو مسألة يقول يعني الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سوى، هل هذا للفرض فقط أم يشمل الجنائز والسنن والنوافل؟ فضل الله واسع، ولا ينبغي الإنسان يعني يسعى في تحجير الواسع، إذا ضعفت الأجور فهذا عام في كل أنواع العبادات، أنت في يعني حرم الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا المكان فاضل وكل فعل فيه مضاعف، فأنت احرص على أن تنشغل بعبادة الله، ولا داعي للأسئلة، طيب الصلاة بمئة ألف، طيب والتسبيحة نقول لك برضو بمئة ألف، طيب ولو أنه واحد يعني أمر بمعروف، يا أخي الدنيا واسعة، يعني لا تكن، خليك على الفضل العام الواسع. جزاكم الله خيرا. يعني قبل أن ننتقل إلى السؤال الذي بعده، أخ يعني أرسل خاطرة يقول من أجمل ما رأيته في هذه العمرة من فضل الله عز وجل اليوم في طواف العصر، قلت أقرأ القرآن في طوافي
وسيأتي الفرج إن شاء الله. وقلت أقرأ في وردي دون أن أنتقي من السور أو الآيات التي تتكلم عن الجنة أو النار، ففجأني قول الله عز وجل في سورة آل عمران: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقلت: هذا حالي، وعسى الله أن يعفو عني. فلازلت أكرر الآية طوال طوافي، أسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا جميعا. هل من تعليق؟ هذا ما يحتاج لتعليق في الحق، هذا الذي ندعو إليه، أن تكون صاحب فكرة وصاحب تأمل وصاحب اعتبار. لا شك أن أنفع الناس أو أكثر الناس انتفاعا بهذا هو صاحب هذه الخطر، أن هذا فعلا أمر اتفق له. بينما هو يقرأ ويطوف قرأ قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فأسقط هذا المعنى على نفسه، قال: ما منعني من الخشوع ولا الحضور ولا أن أجد قلبي إلا بسبب ذنبي، وهذا كلام شديد. ثم أيضا أسقط الفأل على نفسه، قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، فعظم رجاؤه بعد أن عظم خوفه، عظم رجاؤه. لا شك أن هذا الرجل يعني كان يكاد يطير حول الكعب لولا أنه يحاول أن إذا كنا نحن ونحن نسمع هذا أخذتنا يعني أريحية ويعني تأثرنا بهذا المعنى، فما باله بمن أنشأه الله تعالى له ويعني بسببه وعلى يديه. على مثل هذا ينبغي أن نكون في قراءتنا للقرآن وفي تأملنا للواقع من حولنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. جزاكم خير. سؤال فضيلة الشيخ طارق يقول: نصلي الجنازة كثيرا في الحرم، فلو تكرمتم بذكر شيء من فقه صلاة الجنازة، وهل للطفل دعاء خاص في صلاة الجنازة؟ السؤال الأولي يعني شيء من فقه صلاة الجنازة. نعم. الإخوة أنتوا إلى الآن يعني لم تعرفوا فقه صلاة الجنازة، يبقى فنكبر على أنفسنا أربعا يعني مش عارف الآن فقه صلاة الجنازة. الجنازة معروفة، صلاة الجنازة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يريد أن يرحم بها العبد، وما من يعني ما من امرئ يعني يشهد جنازته يعني جنازته 40 رجلا من أهل التوحيد إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية 100. فالشاهد أن صلاة الجنازة من هي مكفرات الجنود، من مكفرات الذنوب، يعني يكفر الله جل وعلا بها الذنوب. هي كما تعلمون فقهها هي معروف، لا نحتاج إلى أن نتكلم فيها. فتحت كتاب في البيئة الأولى الثانية التشهد الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الثالثة الدعاء للميت، ورابع يعني يسلم بعده. بالنسبة للطفل يعني لم يثبت في السنة دعاء له مخصوص. على كل حال أنت تدعو له مع الأموات بما ثبت من الأدعية، ويحسن في هذا أن الطفل هذا يعني هو اللهم اجعله فرطا لوالديه، فرطا يعني هو عمل صالح تقدم والديه. أنا الطفل الحمد لله مات على الدين، مات على الدين ومات على يعني رضا الله سبحانه وتعالى، فمما يحسن في هذا اللهم اجعله فرطا لوالديه يعني عملا صالحا تقدم والديه. سؤال سائل يسأل يقول: مرور المرأة أمام المصلي إن كانت تبطل الصلاة، فكيف تصرف المصلي في الحرم حيث يصعب عليه منع النساء من المرور أمامه، كما يصعب ألا تمر امرأة أمامه، وهذا يتكرر بكثرة؟ لا، هو الذي ينبغي الإنسان لا يصلي إلى مكان يعني يمكن أن يمر فيه أحد، بالتالي وردت السنة باتخاذ السترة، هو يقترب من جدار أو سارية عمود أو نحو ذلك، ولا يصلي في أماكن الزحام والطواف ونحو ذلك. إذا حرص على هذا فإنه لن يمر عليه أحد، لكن ما يأتي في وسط الطواف ويصلي ثم يقول: الناس يمرون أمامي رجالا ونساء، على نفسها جنت براقش،
ينبغي أن الإنسان يحرص أن يختار المكان الذي يصلي فيه. ولهذا إذا لم يجد بعد الطواف، إذا وجد زحاما عند المقام يتأخر حتى يصل إلى آخر المسجد، لم يجد إلى آخر المسجد يذهب في مكان آخر بعيدا حتى عن مقام إبراهيم، وحينئذ يعني لن يضره إن شاء الله. سائلة تسأل تقول امرأة أحرمت وهي حائض وظلت محرمة حتى اختلط عليها الأمر وظنت أنها طهرت وقامت بالعمرة وتحللت ولبست النقاب والقفازين، ثم اكتشفت أن الحيض ما زال مستمرا، فماذا تصنع؟ طالما انتخذت الميكروفون خلاص على كل حال الأمر واسع. هي ظنت أنها طهرت فعملت بما ظنته، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني احرمت وهي حائض وهكذا الحائض تحرم وهي حائض ولا إشكال، لكن لا تبدأ في الطواف إلا بعد أن تطهر. فهذه المرأة ظنت أنها طهرت، ولعل هذا بعد انتهاء الأيام العادة، وبالتالي هي مشت يعني ورؤية الجفاف والطهر، ثم إنها بعد أن طافت وسعت اكتشفت بعد هذا أنها لم تكن طهرت، فعمرتها صحيحة ولا حرج عليها، ولا ينبغي أن تفتح باب الوسواس. ولعل حصل بعض الاضطراب في الدورة كما يسمونه لأجل أي غرض مرضي، فإذا ظنت أنها ما زالت يعني أو أن الدم نزل، إذا غلب على ظنها أن هذه دورة تمضي فيها إلى أن تنقطع، والأمر واسع إن شاء الله. لكن أنا أخشى عليها من الوسواس، بعض الناس عندها لا شك أنها حين ذهبت وطافت وسعت تأكدت أنها طهرت، وبالتالي ينبغي أن تراجع هذه المسألة وأن تراجع فقه الحيض فقها صحيحا، إما أن تعمل بالعدد يعني عدد العادة الأيام التي تنقطع فيها الدورة هي تعرفها بعددها، أو تعمل بأوصاف الدم بلونه ورائحته، وبناء على هذا ليس عليها حرج فيما لو. كثيرا ما يحدث هذا من بعض النساء التي يعني استعملنا بعض المنع الحمل الشريط الذي يسمونه، يحدث نوع من الاضطراب، ينبغي أن تعرف هذا أيضا بحيث إذا تكرر. وبعض النساء خصوصا في هذا الزمان يكثر عندها الإشكال، حتى طبيبات النساء أنفسهم يعني يحدث عندهم مثل هذا ويسأل، مبنى هذا على الاجتهاد، أحيانا مسألة يكون في غاية العسر حتى أن المفتي نفسه يعني يحصل عنده نوع من الإشكال من كثرة التحير، مبنى هذا الأمر على الاجتهاد، إذا غلب على ظنها أن هذا يعني الاجتهاد تعمل به ولا حرج عليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أيضا سائل يسأل يقول أثناء الطواف في الشوط الخامس وجدت أن الإزار ساقط تحت السرة قليلا، أي أنني طفت يعني هذا الطواف دون ستر العورة فرفعته وأكملت، فهل عليه شيء يعني أو إعادة؟ هذا ليه؟ الطواف بالنسبة لمن وجد الإزار أسفل الصفة يرفع، يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبالمناسبة محظورات الإحرام جميعا، يعني إذا كان هناك جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان وهو يعني عن سهو وعن جهل، في قول جمهور أهل العلم ليس عليه بإذن الله جل وعلا فيها شيء، وعلى ذلك يعني وهذا يعني شهيد قوله تعالى وما جاء وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكفوا عليه. يعني أيضا قبل أن نكمل الأسئلة هذه خاطرة، هي سؤال كذا في صورة خاطرة، يعني يقول هل بعد دول مثل الأتراك والإيرانيين عن اللغة العربية كان سببا في بعدهم عن فهم معاني التوحيد، ولذلك يأتون بمطوف يرددون خلفه فيقول فلله الحمد على نعمة اللغة العربية ونعمة فهم المعاني القرآنية؟ فطبعا يعني هذه نعمة عظيمة، أيضا من يعني النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها عليه.
السائل يسأل يعني سؤال غريب شوية شيخنا، يقول هل أحجار الكعبة التي بنيت بها حاليا هل هي نفسها التي وضعها سيدنا إبراهيم عليه السلام بيده، وهل يجوز تقبيل الكعبة؟ وأنا أسأل السائل يعني من أي أنواع الخشب كانت عصا موسى؟ هل كانت من الزان ولا من الأرو ولا من خشب ال إذا أجابني عن هذا السؤال أجبته عن هذا السؤال. هناك أحيانا بعض الناس يكون عنده شغل بما لم يكلفه الله عز وجل، يعني نحن متعبدون بالطواف حول الكعبة، بتعظيم البيت، بالتأمل في أن الله تعالى اختار بيته بنفسه، أن الخليل وولده بذل في سبيل نصرة الدين، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظ، المسائل يترتب عليها عمل. أما هل هذا الحجر هو نفسه؟ طب افرض قلت لك أيوه هو نفسه، تقول لي طب وأنا ايش ضمني؟ عملنا ايه؟ لأن أنت فتحت على نفسك هذا الباب، فلن يغنيك جواب في الحقيقة، ولكن يعني انصرف عن هذا. وعادة السلف أنهم كانوا يكرهون الأسئلة التي لا فائدة من ورائها. فما أنت الأصل أن هذا الكعب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، هو إن شاء أنت يجب أن تعتقد هذا هو نفس الحجر، ولا تنشغل بالحجر في الحقيقة. الأحجار يعني لا تضر ولا تنفع، لكن أنت جئت إلى الله سبحانه وتعالى وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إنما أنت من وفد الله، إن عبدا أصححت له جسمه تمضي علي 5 سنوات لا يفد إلي لمحروم في الحديث، لا يفد إلي مش إلى بيتي، أنت تفد إلى الله، هذه وفادة على الله. اشغل نفسك بهذا المعنى مش بالحجارة وكل السنين دي، كل السنين بالمناسبة هم كم سنة، هم كم قرن، وتقعد الشيطان بقى يفتح عليك فتوحات ليست ربانية ولا رحمانية. فدع عنك، إذا وجدت من نفسك هذا النوع من الأسئلة دعه وانشغل بما ينفعك. وأما تقبيل الكعبة فلا يشرع تقبيل الكعبة، إنما يشرع تقبيل الحجر كما قال عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ماذا قبل؟ الحجر. أما بقية الأركان فإنه لا يشرع تقبيله. الركن اليماني يشرع استلامه يعني لمسه، فإذا لم تستطع أن تلمسه لا تقبله ولا تشير إليه ولا شيء، تمضي فقط. لازم نقبل ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما تركه. يسأل يعني شخص اغتسل بصابون أثناء الإحرام ما الحكم؟ يعني أظن الصابون اللي هو فيه عطر أو شيء. صابون؟ صابون عليه عطر يعني؟ أي نوع من العطر؟ الصابون المعطر ده أي نوع بس الأول المعطر ده؟ الممنوع في الإحرام هو استخدام الطيب، أما الصابون المعطر هو صابون وليس طيبا، وعلى ذلك الأمر واسع إن شاء الله جل وعلا. ف يعني دع عنك هذا، والأمر إن شاء الله في سعة. الشامبو مثلا أو الصابون اللي فيه بعض العطر إن شاء الله الأمر فيه واسع وليس داخلا في محظورات الإحرام. أيضا هما سؤالين يعني متعلقين بعضهما ببعض. يقول هل الذي لم يجد قلبه في العمرة أو فاته شيء من السنن يعيد العمرة من التنعيم؟ والسؤال الآخر، إلى الآن لم أجد قلبي، فهل هذه تربية من الله؟ طيب هو لو عاد العمرة من التنعيم ولم يجد قلبه هيعيد مرة ثالثة ورابعة وخمسة، فعاد الأمر مرة أخرى إلى السؤال الثاني. قد يكون هذا يعني مقصودا، الله عز وجل يعني قد يحجب فضله عن العبد حتى يستخرج منه عبوديات ربما لم تأتي إلا بعد يعني هذه الرحلة الطويلة، ولهذا قد يدخل العبد الجنة بذنبه سبحان الله، وقد يدخل النار بطاعته، وهذا على عكس المأمول. رجل يعني يزني بالذنب فيدخل به الجنة، ما تفجرت العبوديات إلا بعد أن وقع الذنب
ويعني استعظم الذنب ويعني جعل يبالغ في التوبة والإعذار، فنفعه الله عز وجل بهذا، حتى إن بعض الناس لا يعرف إلا بذنبه. كعب بن مالك عند الناس صاحب الآيات الذنب وأي ذنب وصورة التوبة، والمرأة الزانية لو ترجمت المرأة الزانية ماذا في ترجمة المرأة الزانية إلا أنها يعني عالجت هذا الذنب العظيم، ومع هذا تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة. فأحيانا الذنب يستخرج من العبد، فالله عز وجل له حكمة في هذا، وقد يبتلي الله العبد بطاعة فلا يزال يدل بها على الله، يقول والله إن عملت الذي لم يفعله أحد، يرى أدواته وأسبابه وملكاته فيدخل النار والعياذ بالله. فكونك لم تجد قلبك إلى الآن أبشر، سوف تجده إن شاء الله، ولعل الله عز وجل يريد أن يستخرج منك من العبوديات ومن معاني التركيز في العبادة ما عسى أن يكون خيرا لك مما لو وجدت قلبك من أول مرة، فلعلك تجده على أحسن مما لو كنت وجدته من أول. المهم التفاؤل، حسن الظن بالله عز وجل، ويعني بذل المجهود، وهذا حسبك إن شاء الله. أنت لو تعامل ملكا من ملوك الدنيا وقلت له والله أنا فعلت كل ما أستطيع لكني لم أوفق، سيرحمك وسيشفق عليك ويقول لك والله أنت هذا ملك في الدنيا، فكيف بالرب سبحانه وتعالى إذا رأك وأنت يعني بذلت ويعني فعلت واجتهدت. لابد أن يكون ظنك في الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فما ظنكم برب العالمين. طيب سؤال نختم به عشان الوقت يعني تأخر، والسائل يسأل يعني الصلاة، يقول صلاة الحرم بمائة ألف صلاة هل تكفر الصلاة الفائتة؟ يعني طبعا قبل بس الإجابة في يحضرني طرفة، إن كان أحد المعتمرين اعتمر ومع الأسف الشديد بعد العمرة ترك الصلاة مع الأسف، فلما أخبروا بعض الإخوة يعني أنت إزاي فلان أنت معتمر وجاي يعني من بلاد الحرمين وتركت الصلاة، فقال لهم لا ما أنا صلنا لي رصيد كبير عند ربنا، أنا صليت هناك 10 أيام في 100 ألف صلاة بمليون صلاة، فالرصيد بتاعي لسه شغال، ف يعني لغاية لما يموت مش هيخلص يعني. فهل الصلاة تكفر يا شيخنا؟ إذا أقول السؤال صلاة الحرم بمائة ألف صلاة هل تكفر أو هل تكفر الصلاة الفائتة لو كان عليه صلوات فائتة؟ بالنسبة للصلوات الفائتة طبعا الصلاة أمرها عظيم، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه ليس لها قضاء، وإنما عليه أن يكثر من النوافل ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير تقرب إلى الله جل وعلا بذلك. بالنسبة للصلوات طبعا هذا ثواب عظيم وفضل الله عز وجل واسع، سواء في الفائتة أو في غير الفائتة، لكن هكذا يتكلم العلماء في مسألة أن الفوائد ليس لها قضاء وإنما يكثر من النوافل يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. جزا الله مشايخنا خير الجزاء على هذه الكلمات وهذه النصائح وهذه الفتاوى الطيبة، ونفعنا الله تبارك وتعالى إياكم بها.